بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة دارسي كورس أساسات 2 في المستوى العاشر في كلية الهندسة جامعة الملك خالد. النهاردة إن شاء الله هنكمل شابتر 3، وهنا هنبتدي في تصميم الكومبايند فوتينج المعرضة للعزوم، وهنشوف إيه هي الخطوات المتبعة في تصميم هذه القاعدة. مبدئيا عشان اصمم الكومبايند فوتينج، ايه اللي مفروض جيفن عندي؟ لازم يكون مديني النت الاول بيرنج كاباسيتي اوف سويل اللي هي الكيو نت الاول، وطبعا الاف ييلد، ومفروض الكاركترستيك سترينث بتاعه الكونكريت اللي هي الاف اي سي يو. طيب لازم يكون مديني بقى ايه الاحمال اللي جايه من الاعمده. عندي عمودين اهوت، ده عليه مثلا ام اكسترنال، عشان هنا في جار عندي بالشكل ده، ففي عندي ام اكسترنال وعندي البي اكسترنال ورك، وعندي برضك الام انتيرير والبي انتيرير، ويبقى طبعا مديني المسافه بينك وبين الجار، او لو كان العمود بتاعي ممكن يبقى على حدود الجار كاملا. وطبعا لازم يديني المسافه بين العمود ده والعمود دوت. لو اداني كل المعطيات ديت، ابتدي ازاي اصمم القاعده. عشان اصمم القاعده، اول خطوه لازم تحسب مين الاحمال بتاعتنا. طب احسب الاحمال ازاي؟ زي ما اتعلمنا قبل كده، البي انتيرير وركينج دي جيفن، والبي اكسترنال وركينج اللي هي الجيفن، والام انترنال وركينج والام اكسترنال وركينج كل ده جيفن. اضطريت اضربه في 1.5 عشان اجيب الام انتيرير ايه التيميت واكسترنال التيميت وام انتيرير التيميت وام اكسترنال مين التيميت. طيب انا دلوقتي عايز اجيب الدايمنشنز بتاعه القاعده. الدايمنشنز بتاعه القاعده عباره عن ال في البي. الفكره ايه؟ الفكره ان انا عندي عمود هنا وعندي عمود هنا، اهو ده ليه حمل وده ليه حمل. عشان اجيب الدايمنشنز، انا الهدف من ان انا اجيب الدايمنشن صح ان انا اجيب محصله الاحمال ديت وتكون في نص القاعده، يعني هنا ال على 2 وهنا ال على 2. فعشان كده لازم ابتدي ازاي التصميم بتاعه القاعده واجيب الدايمنشن ازاي. اقول لك، انت عندك هنا موجود الام البي اكسترنال وركينج والام اكسترنال ورك، وهنا مديني البي انتيرير وركينج والام انتيرير والاس. هقول له خلاص اجيب البي توتال. البي توتال دي بتساوي ايه؟ بتساوي البي انتيرير وركينج زائد البي اكسترنال ورك، ده زائد ده. طيب بتبعد عن اللي هو حد الجارد هنا مسافه اسمها مين؟ عند السنتر بتاع العمود اسمها اكس. اجيب الاكس دي ازاي؟ اخد المومنت حوالين النقطه ديت. لما اخد النقط حوالين النقطه ديت اعمل ايه؟ اقول عزم المحصله حول نقطه بتساوي عزم جميع القوة حول نفس النقطه. يعني البي توتال ديت ممكن تضربها في المسافه اللي هي مين؟ اكس. بتساوي مين بقى؟ احسب بقى، عندك البي انتيريور ديت مضروبه في الاس، وابتدي ابص بقى كمان عندي ايه لسه كمان عندي. يعني انا جبت هنا ادي البي التوتال اللي احنا قلناها بي اكسيرور زائد بي انتيريور، واقول البي توتال مضروبه في مين؟ في الاكس اللي هي دي، بتساوي مين؟ البي انتيريور في الاس، وابتدي اشوف اتجاه المومنت بتاعي. ودي اخطر حاجه، ان انت لازم تخلي بالك اتجاه المومنت. هل هو مديني المومنت كده ولا المومنت كده؟ انا شايف المومنت بتاعي دوت ماله عكس عقارب الساعه، وانا واخد ده عكس عقارب الساعه، يبقى ده هيبقى بالبلس والبلس. لكن افرض ان المومنت ده العكس، هيبقى واحد بالماينس. افرض الاثنين دول بالعكس، يبقى الاثنين بالماينس. يبقى من المعادله دي اقدر اطلع قيمه اكس اللي هي مين؟ الاكس ديت اللي هي المسافه بتاعه المحصله بعدها عن العمود الخارجي اللي قدامك دوت. ابتدي ازود ميها مين؟ يا اما نص العمود يا اما المسافه اتش اللي هي بينك وبين الجار بتاعك. يبقى جبت الاكس بار كده، انا جبت الدايمنشن او جبت مكان المحصله لحد حدود القاعده من الاخر اللي هي الاكس بار دي. طب عشان اجيب بقى ال، ما هي الا اضربها في 2 عشان تبقى المحصله في النص. يبقى جبت ال بتاعت مين؟ الار سي. طب انا جبت ال، عايز اجيب البي. اقول له خلاص الاريا بتاع الرينفورسنج كونكريت بتساوي البي توتال على اليونت الاول. طب انا كده جبت الاريا وعندي ال، يبقى ممكن اقول ان البي بتاعت الفورس الكونكريت بتساوي الاريا على ال بتاعت مين؟ الار سي. يبقى انا جبت ال او البي بتاعت الار سي والال بتاعت مين؟ الار سي. لو عايز اجيب بقى البي بتاعت البي سي، زي ما اتعلمنا هنجيب بس الرفرفه بتاعتنا اللي هي مين؟ السي تي بي سي. لاحظ ان هي من ناحيه واحده بس. ليه؟ عشان انت عندك ادي القاعده اهي والقاعده الثانيه مثلا هنا، فهتخلي بالك من حاجه. ايه هي؟ مفيش رفرفه من هنا، انت عندك هنا جار فمفيش رفرفه، فالرفرفه هنا مفيش غير ايه؟ سي تي بي سي واحده. لكن من الناحيه ديت ومن الناحيه دي في 2 سي تي بي سي، فعشان كده بقت البي بتاعت البلين كونكريت بتساوي البي ار سي زائد 2 سي تي بي سي. وبكده يبقى انا جبت الدايمنشن بتاعت الكومبايند فوتينج. شكرا.